جه في بالي حاجه دلوقتي وانا بشرب القهوه، مررت طعمها في بقي قوي. مش القهوه بس، مررت طعم الدنيا في بقي. تخيل وصلنا لمرحله وليفل ان سب الدين، سب الدين ينعل. اطلع في الملاعب ايقاف ماتشين، عقوبته ايقاف ماتشين 90 دقيقه و90 دقيقه، يعني تسب الدين تتوقف ماتشين وبعدها تلعب تاني. اتنسيت كاني ما جيت، اكن ما حاجه حصلت. سب الدين اللي فضل ناس تحارب عشانه وتفتح بلاد وبالسيف وقصص الدين، انت متخيل؟ وعامل المصري لما مسك تيشيرت الاهلي وداس عليه ايقاف سنتين، سنتين. اسمع معايا تاني كده، سب الدين ماتشين ب 180 دقيقه وتيشيرت الاهلي لما تدوس عليه سنتين، يعني 100 ضعف عقوبه سب الدين مثلا، لان ده تيشيرت الاهلي اللي اتفات له بلاد، اللي ياما ناس حاربت عشانه. انما الدين ماتشين، يا لو الدنيا تنسى، يا لو عادي وخلاص مش مهم، ايه يعني ينعل ولا اطلع عادي يلا. ده انما تيشيرت الاهلي تدوس عليه سنتين، يعني ما تشوفش الملاعب تاني. ليه بقى؟ عشان ده اهم ومهم طبعا، ده اللي الناس ياما حاربت عشانه. وبعد كده عايزين بقى نبني جيل يحافظ على دينه ويبقى رابط على دينه كده، ومحدش يسب دينه ويغير. لا، احنا عايزين جيل اللي طالع ده يكون بيغير على تيشيرت النادي الاهلي، محدش يشتمه، بس يشتم الدين عادي. يلا ده ماتشين وهيروحوا لحالهم.